أهلا بحضرتك، أهلا بيك دكتور محمد. يعني مهم جدا الناس تبقى عارفة أنه ارتفاع الأسعار في بعض أو معظم الحاجات ده راجع لارتفاع عالمي، علشان ممكن مشاهد دلوقتي يقول لي يعني ممكن حاجات ترتفع. ممكن حاجات ترتفع، أنا مش أنا بقول لحضراتكم طبقا للعالم رايح فين، وال ال ال الشغل الدولي كله بيتكلم على ايه؟ العالم كله في حالة صعبة جدا جدا من ارتفاع الأسعار. دكتور محمد قول لي، هل بالفعل في بعض الأماكن تم خفض أسعار كرتونة البيض مثلا؟ يعني الأول أشكر حضرتك، وكل سنة حضرتك طيبة، وكل سنة حضرتك طيبة. مصر خير. النهارده ذكرى المولد النبوي الشريف إن شاء الله، وربنا يعيد علينا أعوام عديدة بإذن الله. طبعا جهود الدولة مستمرة، ومقامت به الدولة المصرية من 2014 حتى الآن، كل يوم بعد يوم يثبت لنا بالدليل القاطع أن مقامت به الدولة من استثمارات ومن تحفيز للاستثمار ومن تجهيز للبنية التحتية، اللي بيعتبر عامل من عوامل جذب في كل القطاعات، ومن ضمنها طبعا القطاع الزراعي اللي فيها طفرة كبيرة خلال هذه الفترة. ده كله له أثر إيجابي كبير في تلبية احتياجات المواطن المصري، في أن احنا يكون عندنا إتاحة من السلع والخدمات اللي من خلالها نقدر نلبي احتياجات المواطن ونحافظ على استقرار واتزان السوق. ما يحدث حوالينا في كل دول العالم، وفي عديد من دول العالم، من ارتفاعات كبيرة ومعدلات تضخم بشكل كبير جدا، احنا في مصر الحمد لله الأمور حتى وإن كان في بعض الأمور لا تزال فيها نوع من انواع السيطره بشكل كبير جدا. طبعا في اجراءات كمان احنا اخذناها. عملتوا ايه بقى؟ عملتوا ايه يا دكتور محمد؟ يعني إجراءات. مثلا احنا بدانا نتكلم مع البورصه السلعيه لادراج الدواجن والبيض المائده ضمن البورصه السلعيه. طبعا ده يدي عامل تحفيزي كبير جدا لكل الراغبين في الاستثمار في مجال الانتاج الداجني، لان هيبقى في اليه للتسعير العادل والسعر الاستكشافي للسوق، اللي من خلاله نقدر نحط سعر يرضي المربي ويكون بيساعد انه يحقق هامش ربح، وايضا يرضي المستهلك المصري من خلال انه يقدر يشتري وتبقى القوة الشرائية تسمح بعمليات الشراء، وده يبقى سعر عادل يحقق نقطة ميزان في السوق. ايضا هذا الكلام بنطبقه في العديد من او بدأنا ندرجه مع انواع اخرى من المحاصيل، وده في حد ذاته يساهم بشكل كبير جدا في تلبية احتياجات المواطن المصري. كمان ما نقوم به او ما تقوم به الدولة، هل في منافذ معينة ليكو كوزارة زراعة فيها أسعار أقل من برة؟ هنا بتكلم على البيض، بتكلم على الدواجن، بتكلم على اللحوم، بتكلم على الأسماك، بتكلم على الأكل والخضار والفاكهة. طبعا في اتفاقيات وفي محادثات حدثت مع اتحاد منتج الدواجن، وطبعا تم التنسيق مع الاتحاد ان هم نبدأ نورد كميات كبيرة من البيض ومن الدواجن، بعيدا بقى عن الحلقات الوسيطة او الصنافر اللي موجودة في النص، اللي منهم ليكوا كوزارة على طول. بالظبط، منهم لينا وكمان للوزارات الاخرى. احنا عندنا الحقيقه منافذ وزاره التموين بتعتبر جزء هام جدا من المنافذ اللي بتبيع منتجات للمواطن، ايضا منافذ امان، منافذ جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، منافذ الوزاره، وبالكامل ان شاء الله يكون موجود فيها كميات اضافيه من اتفقتوا. خلاص يعني خلاص اتفقتوا يا دكتور محمد؟ ان شاء الله باذن الله. ويكون امتى المواطن هيلاقيها متاحه في المنافذ؟ والمنافذ ايه؟ بشكل فوري كل منافذ امان ومنافذ وطنيه، منافذ وزاره التموين، منافذ وزاره الزراعه، يلاقي فيها كميات اضافيه من بيض المائده ومن الدواجن، وان شاء الله تكون اسعار مناسبه جدا واسعار مرضيه جدا تحقق اتزان في السوق، وكمان تساعد في زياده حجم المعروض والمتاح قدام المواطن المصري اقل من اللي موجود شويه. رغم ان احنا يا جماعه تاني باكد ارتفاع الاسعار ارتفاع عالمي، وبعض البورصات خارج مصر هي المتحكمه في هذه الاسعار مش داخل مصر، والحقيقه الحكومه بتبذل مجهود غير طبيعي، كل ده بتوجيهات سيادة الرئيس علشان المواطن ما يحسش ان في قفزة في الاسعار. حضرتك كنت بتقول ايه يا فندم؟ ابدا، اقصد اقول ان يعني الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الاخيرة دي خلتنا احنا كمان نحس ان في وفرة وفي اضافة وفي منتج موجود قدامنا ونقدر نشيله ونشتريه. شفنا خلال جائحة كورونا اللي كان لها يعني شفنا ما حصلش عندنا اي ازمه في اي سلعه الحقيقه، رغم ان العالم كله لان الدوله المصريه استطاعت ان هي تلبي احتياجات المواطن المصري وانتقل اكثر من 5 مليون طن لدول العالم الخارجي. وبرضه خلال الفتره الحاليه احنا شايفين برضه في متاح وفي متوفر
من كل السلع والمنتجات الزراعيه. تمام، حضرتك ما قلتليش امتى هتكون المنافذ فيها اسعار اقل من السوق، المنافذ اللي حضرتك قلتها؟ ان شاء الله بشكل فوري هيكون موجود، وبالفعل تم على كل الاليات ان شاء الله يعني خلال، لا ما سمعتش، التليفون كان بيقطع. ان شاء الله خلال ايام تكون كل المنافذ، خلال ايام تمام ان شاء الله باذن الله تم الاتفاق على كل الامور، وان شاء الله خلال تم الاتفاق بحيث انه الاسعار هترجع ما قبل الزياده ولا هتقل عن بعد ارتفاع الزياده بالنسبه؟ لا هتقل عن الزياده بشكل عن اللي موجود طبعا لكن مش هترجع بالاسعار، وكمان هتكون مرضيه كمان للمنتج علشان نحافظ على استدامته ونحافظ على ربحيته، هتكون مرضيه للمنتج وفي نفس الوقت هتكون يعني اقل من ما كنا نتخيل، يعني ان شاء الله تبقى سعرها مناسب جدا للمواطن المصري، يمكن اقل من 50 جنيه أقل. طب تمام، شكرك. اقل من كام يا فندم؟ ممكن تكون اقل من 50 جنيه باذن الله. معلش حضرتك كلمتني وجالي برضو اير بيس فبرضو ما سمعتش، لكن بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك دكتور محمد.